كلام، موضوع كيك السلم، وموضوع كيك العميل، وموضوع كيك الكده كده، ده موضوع دارين ينفوكم من الوجود تماما. كيك الجيش اصلا ما محتاجين، والدعم السريع ما محتاجين تمام، لكن كيك اللي ضغطوا عليه قال لها نحن احلك واحلك كله منا. طبعا كيك الاهل في الجزيره ما في مفاتو احلوا الحقيقيين طبعا دي العسره، لكن باقي الاهل اللي القبائل وكده كده دول ما بيحموا كويس. قال لها نحن بنمرق لك احلك في امن وفي امان، وانت اخونا، وممكن الناس زي بكره تخليهم يخشوا الشمال هينتحوا مننا هيعملوا لينا هيعملوا، لانه الحرب خلاص قربت، حان العوان، الحرب قربت، الحرب دي قربت تخلص. عشان كده ضللوا كيكا بيكون انتوا مبايعه بيكون انتوا تمام، ضللوا كيكا مبايع عليكم انتوا كيكا. انت تعال عشان احنا نشغل ناس الجزيره بالدعم السريع الفتره الحمى يكملوا ناس الجزيره، نحن وكتاك نشوف لنا حاله ثانيه. لو ما العمر كده ليه كيكل وقت هو داير يسلم الجيش السوداني، هو دار كيكل يسلم له، ليه ما عمل احتياط لناس الجزيرة؟ ليه الجيش خش وانسحب؟ الجيش خش وانسحب ليه؟ لأنه دارين يشغلوا بيكم من الرأي العام كويس؟ موضوع كيكل أصلا موضوع أساسي عنده، والدعم السريع طبعا أنت شايل ليه سلاح ما مقصر من حتة زيها، بسم الله العظيم بيطلع شيطانه كويس؟ الحرب دي على الاقل بقول دايره لها 5 شهور 6 شهور، الزمن ده كان احنا عامل لنا تكتيك عسكري تاني كويس. انت يا كيكه انسحب، خلي ناس الجزيره، ناس الجزيره عشان الدعامه يجيهم يجي يطقطقون، لو اصلا عندهم كان على الاقل احترام، عندهم قوه كانتوا اهل، على الاقل انتوا يعملوا لكم خيمه ويعملوا لكم كل الطرق، يعملوا لكم من الدعم السريع، يعملوا لكم كل الطرق، يعملوا لكم تمام، ويحموكم حماية تامة، مش أي يخش وينسحب، معناته خش وانسحب، وأنتوا بعد شوية كبرتوا وحللتوا للجيش السوداني، والجيش السوداني دي عمالة كيف؟ انسحب خلاكم، عشان شنو انسحب خلاكم؟ طبعًا أنتوا اللي كبرتوا وحللتوا ده، طبعًا كلكم عندكم سلاح، بعد شوية الدعم السريع هيجي يشتغل، وهم متأكدين من التأكيد ده. بالنسبة لكيكة اللي أنتوا ما تفرحوا، لكيكة اللي كان ما جاب لكم البلاوي والكفاين، ما فاتكم بشي. ما فاتكم اصلا بشي كويس، والله العظيم انا خيط الشيل بعرفه، الشيل انا بعرفه كده، المهم البرهان وخياداته وغيره وغيره، الناس اللي دارين ينتحوا منكم انتحى نهائي، وجود في السودان يكون ما عندكم نهائي، لكن اطمنوا ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال شنو، من زي ما قال الاحسان جزاء احسان، الناس اللي قاعدين نحن غير الاحسان ما بنعمل لهم شيء تمام، والشر ده فاتوا لكيكل وفاتوا لبرحان، ان شاء الله يعمل لهم خيم ويحترمهم ويخدرهم لنا عشان يشالوا السلاح، والدعم السريع جاء الطقطق، ان شاء الله يخيمكم ويحضن اولادكم ويعمل لكم مراكز تقعدوا فيها، ما تتشردوا في الشوارع بالطريقه دي كويس، على الاقل وقت هو ما قدر حماكم في بلدكم يحميكم، المحل اللي مشيتوا له ده يحميكم فيه، وكيك برضه يجي يحميكم فيه كويس. انت هسه بتبكوا وبتكوركوا وعملوا لنا وفعلوا لنا، قال انت تستاهل، والله تستاهل اكتر من كده، والمهم اي زول ده، لكن ممكن 50 نفر 100 نفر يشيلوا لهم سلاح يدمروا لهم قريه كامله، انت اطلع امشي برصدان امشي اكبر امشي كده وكده. وعلى فكره الحرب اللي في كردفان خليناه، واللي في الجزيره خليناه، وحقه الفاشر ذاته فهمتوا، كان المهم في الايامات دي الناس قدروا على احنا زي ما قدروا على خليناهم كله كله ناس الخارج ده كله كله خليناهم، احنا بنجي المطوق ناس الشماليه بعد ذاك نشوفهم البكي البكو قدر شنو، الحرب دي كلها دارين نوجه الشمال، لانه ناس الشمال هم اصلا ناس الجزيره ما عندهم حاجه، ولا ناس الخارج ما عندهم حاجه، ولا ناس كردفان ما عندهم حاجه، الحرب دي كلها خلينا بدي توجه الشمال بعد ذاك شنو بتسحر الحقايق، لانه لازم 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 الثعبان الكبير لازم نطقه في راسه كويس، الثعبان الكبير لازم نطقه في راسه، والثعبان لو ما نطقه في راسه اقسم بالله العظيم ما بفوت، لازم الثعبان نطقه في راسه في عمق داره. ومعاكم سلام، والله يا اخي ربنا يصلح الحال.
احنا الليلة بنتكلم عن مواضيع تانية، هو نتكلم عن ناس الجزيرة، عن انه ناس الجزيرة ضايقين وبيشتمونا وحصل حصل. والله يا جماعة الحرب دي حرب بين دعم سريع وبين مؤسسة قلاها، مؤسسة حق الجيش ولا شنو عارف اي تمام، لكن الحرب دي هسي ناصر البرحان وياسر العطا وكل قياداتهم الفاسدين قلبوا حربة أحلية وحربة خبلية تمام. بعدين أنا دار أديكم نصيحة يا ناس الجزيرة، أول حاجة الحرب دي برحان وقياداته كلهم ما قدروا، لا هسي هم فازين ولاجعين، والناس يعني في ناس مستقرين وفي ناس مشردين كويس. بعدين انتوا ناس مواطنين، نعم المواطن ده في ناس ضعيفين يعني واحد ما بيقدر يمشي ما بيقدر بيسافر، وفي ناس عندهم الاستطاعه دي طبعا المعرصين اللي بيمشوا خارج السودان وبيدعموا الناس هنا للخراب وللحرب وكده. المسكين ده يعمل شنو؟ يقعد في بيته والمحب يعني يحترم نفسه، لا عنده علاقه بالدعم السريع لا عنده علاقه بالجيش تمام. الناس الخارجه السودان اللي بيدعموكم بقول لكم الدعم السريع ما تخلوه يخش بلادكم، والدعم السريع ما تخلوه يقرب لكم. اول حاجه ده حرب كويس، الحرب ده تتوقع تحت اي لحظه، كان في بلدك بجيك، كان في بيتك بجيك، كان في اي محل بجيك تمام، لانه ده حرب. بعدين انتوا يا ناس الجزيره زمان دفنتوا الاوبامات تحت قلتوا شفشفوها لكم، دفنتوا البواكس تحت قلتوا شفشفوهم ليكم تمام. انا سوك جاكم برحان بلمح البصر عمل لكم كده قال لكم انا بسلحكم، انتوا رجال ارجل منكم ما في يا ناس الجزيره، انتوا الرجال انتوا القوه انتوا المروه، تطلعوا تسلحوا انا بسلحكم، طلعوا عرباتكم ده بعد الدعم السريع. الدعم السريع ده هو برحان والمؤسسه حقته ذاته ما قدروا يواجهوها يواجهكم، لا انتوا انتوا ما مواطنين، المواطن ده انتوا جبتوا له الحرب في محله، في ناس ضعفاء اصلا ما تسلحوا كويس، اللي بياكلوا اللي بيشربوا ما عنده تمام. الحرب دي جبتوها انتوا الناس اللي في الجزيره اللي خششتوا السلاح الجزيره كويس. بعدين الدعم السريع ده ليس لهم حاجه في الجزيره، لو ما كان اصلا انتوا خششتوا السلاح في الجزيره وكبرتوا عضلاتكم ومرضتوا ما كان حبشكم كويس. حس لا لا انتوا جبتوا لبلدكم البلاوي والقفاوي وتشردتوا ونزحتوا الليله، برحان من يوم جاء بعد تشردكم والمات مات والحيه حيه فزه، جت قال لكم خيمه ساكت، جت جاب لكم اكل وشراب ساكت، قال لكم عافوا وصبروا لما يشوف الله بسوي، ما عمل لكم ده يا حييتكم وبتاع برحان. بعدين برحان ده اصلا موضوعه كله تمام، النازل انا اسهر لكم فوقهم ثقه تامه، بخشوكم من سنتين الدعم السريع كمل، الدعم السريع فوقه كم كلها خمسة عربات، الدعم السريع هسه عمال ده بذكركم، الدعم السريع ده انتشر والدعم السريع ده كتير والدعم السريع ده كده كده، يوم انت مش قال لكم الدعم السريع انتهى؟ حيخشوكم زي ده وحيخش لكم البرحان في اي قريه يقول لكم الدعم السريع انتهى وانا نسلحكم والفضل ده امشوا كملوه، حيجي دور الثاني. عشان كده يا اخواني اي زول يا اخي يقعد في بيته ما يشيل برحان السلاح، انت ما عندك علاقه بالدعم السريع ده بالمؤسسه حقت الجيش تمام، عشان تحمي نفسك وتحمي عرضك وتحمي وطنك تمام، ما تتدخلوا في حاجه ما قدركم كويس. وبرحان اقسم بالله، وبرحان ده اقسم بالله العظيم داير يشغل بيكم الراي العام فقط، داير يشغل بيكم الراي العام، واول حاجه في كل خريحة يخش بالطريقه دي لانه الحربه اتجهت اتجاه ثاني، وحل الحربه دي ما دايره تصل للمحل الثاني تمام، عشان كده يشغل بيكم ناس الجزيره ما تعاندوا، والحربه دي ما عندها رجال، الحربه دي او تكون او لا تكون، او تكون او لا تكون، حيضيعكم ساكت وعامل زي الشرط مجهده راكبين في القوار وقاعدين ماشيين حفيانين وقاعدين ماشيين كداري، اقسم بالله برحان على الاقل وقت حق احدكم والتزم بيكم المفروض على الاقل يجيب له دفاره ساكت ونقول لكم من بلد لبلد من خليه لخليه، دي ما عملها يا جماعه. الحرب دي انتم ما عندكم باعي دخلي وما تدخلوا نفسكم في مشاكل ثانيه، برحان هو كرهي ما يقولوا للمواطنين اي زول داير يستنفر يمشي له هناك يستنفر، هذا خادم من خير بلده، انتوا براكم بتهربوا بلدكم بعيدكم كويس. برحان ده لا عنده القدره واحد وما عنده موضوع وقت في شيء، وبرحان والله كان يطير كان يطير ها كان يطير اقسم بالله العظيم، الدوله دي تاني اللي كان يشوفها في التلفزيون.
عادي. الدولة دي تعني اللي كان شايفها بالتلفزيون، عشان كده ما يكبر لكم راسكم ساقط الزول ده فكر السيطرة. اي ما ممكن اصلا يا اخي السودان الدعم السريع حاد من السودان كله يجي يخشكم يقول لكم، يقول لكم انتوا امشوا استنفروا سووا سو، ما في كلام زي ده. اي زول ما يستنفر لبرهان، اي ما يدخل البلاوي والقفاوي يدخلها في 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 في, في بلده، يدخلها في خريته. يا اخي انتوا شايفوا لموالكم فقط، استوعب الكلام ده برهان. في زمتكم برهان هو عنده الطيران، عنده الدبابة، عنده المدفعية، ما قدر يحزم الدعم السريع. يجي يدكم انتوا قلاش تحزموا الدعم السريع مقابل افلام رجال؟ ها؟ هو ما امداده ده كله ما عمل حاجة، يعمل لكم انتوا حاجة؟ يا جماعة الله يهديكم والله يصلح الحال وخليكم ناس فاهمين، اقسم بالله بنفس الطريقة. وما تقولكم ما تبقوا ساكت، مع ان انتوا مراكم عملتوا الغلط ده. هاي؟ شفتوا برهان النار ولعت فيكم؟ نحن الرجال، نحن القوة، نحن المروءة، نحن الصلابة. هاي يا زلمه امسك اهله يا اخي يحترم نفسه ويقعد. انا عندي زايره بس ان شاء الله يجيب لكم مويه بتناكر زاي، مويه بتناكر زاي. برهان ما جاب لكم، شردكم وتعبكم وبشتمكم. لجنو لجنو اقسم بالله موتكم ده، احنا زادنا اقسم بالله العظيم ما عاجبنا موتكم، لكن انتوا بتلقوا براس يا اخي. هم الخيارات حقين الجيش مشردين، مشردين عديل. انا بوريكم الواقع، نزل مشردين. هاي بخشاكم من خلال الخريطه، ما تقولوا هم قاعدين، والله مشردين. ايه ربنا يصلح الحال، ده اخر كلامي لكم. ويا اهلنا ناس الجزيره، عشان ما الانقايات في اي معركه بخشوا بينسحبوا، يجيبوا لاي خريه البلاوي والمشاكل، اي خريه يخشوا ينسحبوا. هاي دي من زمان عادتهم وتفاصيلهم، ما يخشوكم. واولاد الناس اللي بيستنفروا اقسم بالله احنا قاعدين في السودان ده قاعدين. وانا اديكم معلومه، برهان عنده مشتركه الفضل الله المشتركه والاولاد اللي بيستنفر فوقهم ده. الجيش الفضل حبه ده قاعد خاتيه هناك مع فنور السودان عشان يحمي. بالنسبه للمستنفرين اللي قاعد يجيبهم الخرطوم يوديهم الفاو يوديهم وين وين، ده كلهم مستنفرين معاهم المشتركه. اول حاجه اديهم كلام، بيقدموا المستنفرين تمام، وبعدهم ناس المشتركه ده في المعركه، وبعدهم الناس الحمر الصفر ده بعد مثلا كان في هزيمه ولا كان في حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، يسعد الله نهاركم وسائر أوقاتكم بكل خير. الرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين، الشفاء لأجل الجرحى والأودة حميدة للمفقودين، والنصر لقواتنا المسلحة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتوجه إلى القاهرة. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرحان اليوم إلى القاهرة بجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمشاركة في أعمال المنطلع لحضور العالم، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستنقعات البشرية، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. وكان في وداعه بمطار السودان عضو مجلس السيادة الانتقالي أستاذ عبد الله يحيى والأمين العام للمجلس السيادة الفريق رقم محمد الغالي علي يوسف. ويراقب رئيس مجلس السيادة في زيارته للمصير كل من وكيل الوزراء الخارجية السفير حسين الأمين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أمس الأحد تعليق رحلتها حتى إشعار آخر فوق البحر الأحمر، وذلك في إجراءات احتذارية بعد أن أبلغ تقييمها عن وجود ما وصفته بالجسم المضاف فوق السودان. وذكر شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس أن خط سير بعد رحلتها قد تغير، وأن بعض الطائرات قد عادت إدراجها نحو المطار التي أطلقت منها. شكرا جزيلا أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا لايك شير ومتابعة للقناة ليصلك كل جديد. في أمان الله. السلام عليكم.